الرز الجربي والياني بالقرنيط والجديد والكسر المرفوسة أنواع من بين 30 أكلة شعبية جربية تم تجميعها والتعريف بها في كتاب تحت عنوان جربة جزيرة النكهات من إنجاز جامعة التصرف في الوجهة السياحية جربة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وكتابة الدولة للتعاون السويسري في إطار برنامج متكامل جربة غورموند. 30 طبق على جربة، في زاد حاجات على التاريخ جربة، على الأكلات في جربة، دونك هذا الكتاب موجود في برشا مكاتب في كامل الجمهورية التونسية، وهذا بارتي معناها جزء من البرنامج اللي ممول ومشكورين هنا التمويل من لينيو أوروبيان. هذه الأطباق الجربية وبالشراكة مع مدرسة التكوين السياحي بالجزيرة تم تحضيرها وتعليبها حتى يتم بيعها وترويجها في عمل متكامل بين الكتاب والأكلات الشعبية المعلبة. حضرنا الأكلة هذه وشاركنا التلامذة معاهم، دونك متكونين باش ينجموا هما زاد في المستقبل دونك يحلوا ويعرفوا الاكله الجربيه ويروجوها توانسه اللي يعيشوا في الخارج، دونك هما ديجا طالبينها يحبوا ديما يهزوا الاكلات الجربيه معاهم للبرا، كيما البسيسه كيما الشرموله كيما اليهني كيما روز جربي كيما فما روز جربي بالشوباي، دونك برشا اكلات عتيقه. التعريف بالاكلات الغذائيه الشعبيه الجربيه والترويج لها هو جزء من السياحة الثقافية وفيه تنويع للمنتوج السياحي. التراث الشعبي في الأكلة الشعبية بصفة عامة هو جزء من الثقافة اللامادية والمنتوج اللامادي للثقافة، يساهم بقدر كبير في الترويج للسياحة بصفة خاصة ويثري المنتوج بصفة عامة. كتاب جربة جزيرة النكهات سيوزع على المؤسسات والمطاعم السياحية حتى يتم الترويج له ويجد الوافد على جربة ملذ وطب من هذه الأطباق المميزة.